ساعتك اول شيء سعيدين بتواجدك معنا على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه لقنوات ابو ظبي الرياضيه، وانت دائما تحب هذه الرياضه وتحضر لبطوله محاربي الامارات. السمعه والوصول اللي خلته بطوله محاربي الامارات على مستوى العالم كيف ترى؟ اولا اشكر الجمهور على متابعه. الشيء الثاني بالنسبه للبطوله هاي ما شاء الله تابعها من سنين واشوف التطور ما شاء الله كبير، واليوم حتى اليوم في دعم اليو اف سي لليو اي واريورز، هذا شيء صراحه يبين مكانه اليو اي واريورز. والشيء الثاني هذا دعم ما شاء الله، اليوم نشوف الجمهور متحمس من كل الدول، الدول العربيه والدول العالميه هنا في ابو ظبي، واليوم ابو ظبي صارت السنتر اوف فايترز في العالم، فندعو الجمهور يجون يحضرون هنا. في نفس الوقت ندعو الشباب والمواطن يكون يشارك في البطوله، اليوم شفنا ما شاء الله مجموعه من الشباب المواطنين المقاتلين ما شاء الله بيضون وجه ما شاء الله. نعم، من التوفيق للجميع. سعادتك تميز بالنسبه لبطوله محاربي الامارات غطت كل العالم، شفنا نسخه افريقيه، شفنا اليوم نسخه عربيه وشفنا نسخه دوليه، مدى خدمه بطوله منظمه محاربي الامارات بكل نسخها لكل المقاتلين على مستوى العالم؟ اليوم ما شاء الله شيء يبيض وجه بالنسبة للسياحة، بالنسبة للفنون القتالية في الدولة في الإمارات، بطولات مثل هذه تنمي الخبرات عند الشباب، وفي نفس الوقت تضع دولة الإمارات أبو ظبي بالأخص على خارطة العالم في الفايتنج تشامبيونشيبس ما شاء الله. اليوم يواي واريورز سبونسر بعد اليو اف سي، وحضور ما شاء الله جمهور يعني ذو جودة عالية ما شاء الله، أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. نعم، سعادتك انطباعك على المستويات اللي قدمت اليوم في آخر يوم من هذا العرس النسخة العربية؟ والله مثل ما قلت قبل، صار أتابع الرياضة من فترة وأشوف المستوى تطور كثير ما شاء الله، فشيء بيض وجه للفريق المنظم وما شاء الله الأخوات ما مقصر، تابع شخصيا تطور اليو اي واريورز، وشيء نفتخر فيه ما شاء الله، أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.